الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأفضل المربين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدكتورة شروق القضاء في تخصص التربية الإسلامية. سأتحدث معكم عن كتاب التربية الحضارية في العلوم التطبيقية عند المسلمين، والذي تم تأليفه من قبل الأستاذ الدكتور عدنان خطاطبة وعددا من الباحثين في قسم التربية الإسلامية في جامعة اليرموك. وفي حقيقة الأمر فإن هذا الكتاب يعتبر استثنائيا في تخصص التربية الإسلامية، لأنه يسلط الضوء على الإنتاجات الحضارية النظرية المعرفية والتطبيقية الميدانية في حضارتنا الإسلامية والمتمثلة بالعلوم الأساسية والتطبيقية. لذلك يعتبر هذا الكتاب الأول في نوعه في إبراز التربية الحضارية في العلوم التطبيقية عند المسلمين. وفي الحديث عن تفاصيل هذا الكتاب فإنه يقع في حدود 500 صفحة، جاءت منظمة في الفصول الآتية. الفصل الأول كان مختص في الحديث عن التربية الحضارية من حيث المفهوم والميادين والأساليب والعوامل. أما الفصل الثاني فقد تضمن التربية الحضارية في العلوم الطبية عند المسلمين. وتركز الفصل الثالث في أثياء التربية الحضارية في علوم الصيدلة والنبات. أما الفصل الرابع فتم الحديث فيه عن التربية الحضارية في علوم الفلك عند المسلمين. واحتوى الفصل الخامس في التربية الحضارية في علوم الكيمياء. أما الفصل السادس فقد اختص في الحديث عن التربية الحضارية في علوم الرياضيات والهندسة والفيزياء. وأخيرا تضمن الفصل السابع الحديث عن أثر الحضارة الإسلامية العلمية في الحضارة الأوروبية. وهذا الكتاب يفيد كل مسلم مثقف واع يسعى في الاطلاع على التاريخ الإسلامي وما أنجزه علماء الإسلام في العلوم التطبيقية وكيفية الموازنة في كل ما سبق لإنتاج منظومة علمية حضارية متكاملة. ومن فضل الله أن أصبح هذا الكتاب متوفرا في جامعة اليرموك لمن أحب الاطلاع والاستزادة. دمتم بخير والسلام عليكم.